أخوكم منصور الشهري، موظف في شركة سبك من 9 سنوات، من عام 2007، متزوج، عندي بنتين. تخرجت من جامعة البترول في عام 2007 في أغسطس بتخصص الهندسة الكهربائية. أول يوم كان لي في شركة سبكم، أنا تعينت في مجمع الجبيل الأسيتيل. كانت سبكم عبارة عن مصنعين، الميثانول والبيوتانديول، الباقي كانت أرض. كان أول مكتب لي والمقابلة الشخصية كانت في إحدى البورتابلات التابعة للمشروع. كان أول طبع أنه راح يكون عندك عمل مو نفس الفخامة اللي كنت أتوقع، تتوقع مكتب أو توقع لها عندك بورتابل، يورينا بورتابل، عندك مكتب بسيط في مصنع، فريق مشروع متكامل وساعات عمل طويلة. العمل في قطاع البتروكيميكال يمثل تحدي كبير، يعني المثابرة في العمل، الاستمرارية مطلوبة جدا في العمل في شركات البتروكيميكال. يكون عنده عطاء يوميا، لازم يكون ينتج في الشركة، لازم يكون له قيمة، لازم يكون له مخرجات في كل ساعة تقريبا يكون يقضيها داخل العمل. أنا في بداية تم تعييني كمهندس آلات دقيقة في 2007، كبداية كان في مجمع الجبيل للأسيتيل. الحمد لله أنجزنا أهداف المشروع سنتين، إلين عام 2010 تقريبا كان في توجه من الإدارة لدعم إدارة الصيانة بمهندسين من نفس المشروع، فكنت واحد من المهندسين اللي انتقلت إلى إدارة الصيانة، فكان ثاني منصب لي العمل في إدارة الصيانة. العمل في بيئة المشروع يختلف تماما من العمل في بيئة الصيانة، من ناحية أنه الصيانة تشتغل في أونلاين، مصنع أونلاين، يكون في ريسك، يكون في كيميكال في المصنع، خطورة العمل تكون أعلى من أنك تشتغل في مصنع كونستراكشن. الحمد لله قعدني يمكن سنتين ونص برضو في إدارة الصيانة كمهندس آلات دقيقة. في عام 2012 قررت سبكم بناء مصنع جديد اللي هو كان مصنع LVBT، فكنت واحد من 6 أشخاص مع مدير المشروع اللي تم اختياري للإشراف الهندسي على مصنع LVBT. في جنوري 2014 تم تعييني مدير قسم الهندسة الكهربائية والآلات الدقيقة ونظم التحكم في إدارة الاعتمادية. فبالتأكيد 9 سنوات اللي قضيتها في سبكم تدرجت يمكن في أكثر من 4 مناصب، كل ال4 مناصب هذه كانت إضافة لمنصور، من ناحية خبرة، من ناحية شخصية، من ناحية التعامل مع ثقافات كثيرة في العمل، من جنسيات مختلفة، رؤساء مختلفين مثلا في إدارات مختلفة. جميع هذه الجوانب تضيف لخبرة الشخص، ففي الأخير يكون عندك 9 سنوات خبرة لكن تمثل أكثر من كذا. الفاعلية بشكل أكبر، يمكن هذه من أهم القيم اللي تمثلني كمنصور كشخص وكإدارة. Excellence here, there and everywhere.